يا صباح الأنوار، أهلا ومرحبا بكم جميعا. بحييكم تحية المحبة والسلام في شخص ربنا يسوع المسيح. اليوم رح أتكلم عن آية من سفر الرؤيا إصحاح 21 آية 4، والآية بتقول: وسيمسح الله كل دمعة من عيونهم. وأنا عاوز أقول لكل واحد بشاهدنا سيمسح كل دمعة. تعرفوا من وقت سقوط آدم إلى يومنا هذا دخلت الخطية إلى العالم واجتاز الموت إلى الجميع، وفعلا انهمرت الدموع وانسكبت الدموع بغزارة شديدة. وإذا أردنا أن نجمع تلك الدموع على مر السنين وعبر الأجيال، إنها أنهار من الدموع. وهذا تعبير أحبائي عن كل ما يعاني به الإنسان وكل ما يقاسيه في هذه الحياة. فالبشرية في معاناة وألم، في حزن، وشوكة الخطية والموت عم تلمس وبتمد صولتها إلى كل إنسان. دموع كثيرة وأنواع من الدموع، فمنها دموع الفراق، ومنها دموع الفرح على نجاح أو على لقاء معين، لربما تكون دموع على فقدان الحبيب، وهذا الشيء صعب جدا، ولا سيما أنت بتحب شخص أو بتحب شخص وهذا الشخص انتقل إلى رحمته تعالى. بغض النظر عن عمر الإنسان، سواء كان شاب صغير أو كبير بالسن، فالفقدان شيء صعب جدا، ودموع الفقدان لها معزة خاصة. وبتعرفوا أحبائي، حتى مكتوب: عزيز في عيني الرب موت أتقياؤه. فصعب جدا فقدان الحبيب، ولربما أنت اليوم عم تذرف الدموع بسبب فقدان لشخص عزيز على قلبك، بسبب وفاة، بسبب مرض، بسبب سفر، بسبب أي سبب كان، أو شخص عزيز على قلبك، فالدموع تنهمر وتنزل هذه الدموع. تعرف حبائي، في دموع من كثرة المظالم. ما أصعب يعني الظلم، وما أصعب إنه في ناس موجودة في السجون بسبب ظلم، وما أصعب في ناس عم بتمر الأمرين بسبب صراع، بسبب ظلم، إنه الشخص إما عن حسد أو من دين آخر أو لأي سبب ما عم بيظلم الشخص الآخر. وفعلا صعب الإحساس بالظلم، وياما من الدموع التي تنهمر في الليل الحالك، ولا سيما في منتصف الليل على الفراش، لا يرانا أحد ولا يعرف بنا أحد ولا يراقبنا أحد. كم من الدموع اللي بتنزل لأسباب وأسباب وأسباب. ماذا عن دموع الأم على أولادها؟ كم من الأمهات اللواتي ذرفنا دموعهن على أولادهن بسبب كان عندها توقعات معينة وما مشيتش التوقعات بحسب كيف كان الأمر مرتب وكان البرنامج والمخطط معمول، فبيشعروا بحسرة، بضيقة، في ظرف صعب جدا. ما أكثر دموع الحرب. وأنا أحبائي أستطيع أن أتعاطف مع كل اللي مروا في حروبات صعبة جدا. شفنا الحرب في العراق، وشفنا الحرب في سوريا، وشفنا الحروبات في أماكن عديدة جدا. كم من الأولاد اللي بكوا، وكم من البنات اللواتي بكينا بسبب الظلم، بسبب الضغط القاسي، والبعض عمل بيهم يعني عمل مشين من اغتصاب وضرب وتحقير ومذلة وإهانة.
كم من الدموع، دموع الزوجات اللواتي يعانين من أزواجهن، مش عم بيوروا الدمعة، عم بيخفوها، ولكنها دموع الله بيحفظها في زق غالي جدا على قلب الرب. دموع دموع دموع، وهذه الدموع تجري كأنهار تصب في بحيرات، ولربما تكون شلالات من الأنهار القوية الضخمة بسبب تجمع كل هذه الأحزان وكل هذه الدموع على مر العصور وعلى مر الأزمان. لكن وعد الرب أحبائي سيمسح كل دمعة. إن الضربة الشيطانية التي نخست ولمست كل شخص في هذا الوجود، إن الضربة التي لمست كل البشرية بسبب الخطية التي اجتازت ومنها اجتاز الموت إلى جميع، لكن أحبائي في السماء مش راح تكون دمعة واحدة، لأنه مش راح يكون أي شيء محزن، راح تكون أفراح سماوية، أفراح دائمة، أفراح مستمرة إلى أبد الآبدين. بحب الآية اللي بتتكلم عن الرب يسوع المسيح في نبوة إشعياء إصحاح 53 والآية 4 والآية 5: لكن أحزاننا حملها وأوجاعنا تحملها، وفي يوم من الأيام عندما نذهب منطلقين إلى السماء سوف نعبر ونقول: أين شوكتك يا موت؟ أين غلبتك يا هوية؟ أين أوباؤك يا موت؟ أين أحزانك؟ كم من الأحزان وكم من الدموع اللي انذرفت؟ تعرفوا أحبائي، جاء المسيح لهذا الغرض ولهذا السبب، حمل أحزاننا، عنده تعاطف خاص مع الجنس البشري، بيتألم لكل متألم، وفعلا عم بيشعر مع كل محتاج وكل مريض. لكن أحبائي اللي احنا محتاجينه انه الرب يفتح عيوننا ويفتح أذهاننا حتى نبتدي نشوف في المنظار الإلهي. الله يحبنا، الله على فكرة بحبك وعنده مخطط رائع لحياتك، ومش عاوزك تحزن وتستمر بالحزن. مكتوب: لا تحزنوا لأن فرح الرب هو قوتكم. ثم يقول: أن لا نحزن كالباقين الذين لا رجاء لهم. في عنا رجاء هو يسوع المسيح، رجاء الحياة الأبدية بسبب موت المسيح وقيامة المسيح، هزم الموت وهزم القبر وصيرنا في موكب نصرته في كل حين. نعم منحزن في هذه الحياة، نعم منتألم، نعم تذرف الدموع. يمكن أنت من النوع اللي ما بتعبر عن ذرف الدموع بشكل أو بآخر، لابد أن تنزل هذه الدموع، ليس فقط تعطيك الراحة النفسية والشفاء الداخلي، لكن إلها قيمة عظيمة جدا في نظر الرب، ولا سيما دموع التوبة ودموع الندامة، إنه أنا بحزن على خطاياي وبقرر إنه أتوب عنها. شو رأيك اليوم إنه تحط ثقتك في إيمانك في يسوع المسيح اللي أخذ أحزانك وحولها لأفراح، اللي أخذ مرضك وحوله إلى شفاء، أخذ اللعنة عنك وأعطاك البركة، أخذ الفقر وأعطاك الغنى، ولكن أيضا أخذ وحمل خطايانا في جسده وأعطانا بره وشفاءه أيضا. تعال إلى يسوع المسيح سيمسح كل دمعة، وفي يوم من الأيام لما بتنظر إلى كل حياتك بتقول: كل الأمر مستحق، بشكرك يا رب لأنك فعلا حسيت معي وشعرت معي. أنا بصلي شفاء داخلي لكل مجروح وكل أحلام محطمة، بصلي في اسم الرب يسوع اليوم الرب يستردها، وكل قلب مكسور الله يعمل فيه شفاء وجبر،
وكل حياة محطمة بسبب ظروف كثيرة، بسبب مشكلة أسرية أو انفصال بين زوج وزوجة، أو بسبب مرض، أو بسبب أسرة أو أطفال، ربنا يعوضك 100 ضعف ويبارك حياتك، وكل دمعة بتنزل من أجل الرب، الرب مخزنها والرب شايفها والرب عارفها. أنا بصلي الرب اليوم يشفيك وترجع إلى معرفة الرب. وعلى فكرة صدقني منحب نساعدك روحيا، منحب نصلي معك. اتواصل معنا، إذا أعجبك حط لايك، وإذا بتحب تكون شريك بالخدمة إنك تشارك الآخرين اعمل شير لهذا الفيديو، والرب يكافئك والرب يباركك.